تمام جدا، وعملتي الوتريك عليه؟ اه حصل، وطلعنا شنطهم على العربيه اللي مستنياهم بره. كويس، ما تقلقش يا عمر، احنا كده كده كنا ماشيين. والله انا لو منكم كان زماني مشيت من امبارح. شكرا على الاقامه وعلى الواجب الظريف اللي عملته معانا يا استاذ عمر. والله في الوضع الطبيعي بقى المفروض اقول لكم شرفتوا نورتوا عايزين نشوفكم تاني، بس في الحاله بتاعتكم انتوا لا شرفتوا ولا نورتوا ولا عايزين نشوفكم تاني، لا هنا ولا في اسوان كلها. طب هنا وفهمنا، في اسوان براحتنا ولا اسوان ملكك يا عمر؟ اه اسوان ملك يا يوسف، ملكي وملك اهلها، احنا اللي بنحدد مين اللي بيقعد فيها ومين اللي بيمشي، وده كلام طبعا لا انت هتفهمه ولا السيد الوالد، لان انتوا مش من هنا ولا مننا ولا عمركم هتبقوا مننا. اظن كلامي واضح. يلا يا باشا.